كنت قويا عليها فيجب أن تتنبه أن الذي أحلها لك بكلمة أقوى عليك منك عليها. ده تهديد، ومعنى التهديد ده من الله لنا ايه؟ قال دي صنعتي وانا اللي خليتك تاخدها بكلمة، زوجني زوجتك، مش هي كده المسألة ولا ايه؟ فانا مدام انت ملكتها بكلمة مني يبقى انت ما تتعلاش عليها، لانني زي ما حميت حقك بحمي ايه؟ لان مفيش واحد منكم اولى بي من الاخر، لان كنتوا الاثنين صنعتي وانا عايز الامور ايه تستخدم.